نواصل حوارنا مع الأستاذ مكرم محمد. أحمد، كنت بتقول أن هناك خط فاصل ما بعد عملية الدقهلية. لأن اللي حصل لما هم ضربوا مديرية أمن الدقهلية، سقط 3 من أبناء مدينة جنب المنصورة اسمها أجا. الناس خرجت في أجا، دمرت كل بيوت الإخوان المسلمين، حرقت الصيدليات. هذا عمل لم يكن عمل غير مشروع، لكن في النهاية هم وضعوا الناس في ركن ضيق جدا، ها؟ لا يمكن معه إلا أن الناس تحاول قدر الإمكان أن هي تنتقم لنفسها. وبالتالي أنا أكثر ما أخشاه أنه يكون وصلوا الشعب المصري إلى هذه الحالة. الجنازات اللي شفناها حاشدة النهاردة الحاشدة، واللي تحولت إلى مظاهرات غضب وحزن شديد، أعتقد ها بدل ما يفرحوا الأخوان لأنهم في مات والناس زعلانة، عليهم أن يحذروا من أن وراء هذا الغضب وهذا التجمع وهذا الحشد وراه غل مكبوت، وراه رغبة في الانتقام الحقيقي، وراه رفض كامل وشامل للجماعة. أهم حاجة في المعركة بتاعتنا دي أن كل مصري لابد أن يكون على يقين من أن هذه المعركة مكسوبة، وأن الإرهاب سوف يهزم مرة ثانية في مصر، وأن الحرب على الإرهاب تتقدم رغم التضحيات الشديدة التي يدفعها المصريين. صحيح إحنا فقدنا عدد غير قليل من الجنود في 4-5 عمليات متتالية، وحداهم كانت على الناحية الغربية، لكن مهمة الأمن أن يسد هذه الثغرات، أن يجدد في وسائله ويبتكر، بحيث أن ينتقل من حالة الدفاع من خلف كماء ثابتة أو متحركة إلى حالة الهجوم النشيط، خاصة وأنه معزز بتأييد غالب من الشعب المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مكرم محمد أحمد على هذه الرسالة الهامة. المعركة مستمرة، نكسب جولة أو جولات ونخسر جولة، هذه معركتنا مع الإرهاب، خضناها وخضها كاتب كبير زي أستاذ مكرم محمد أحمد في الثمانينات والتسعينات، وقدرنا نكسبها حينها واخترق هذا الفكر وكانت هناك المراجعات، لكن كانت دور الأمني في البداية. المعركة مستمرة، لا يصيبنا الإحباط، لا تفت هذه الأحداث. ونظام مبارك كان يحارب وحده، الإرهاب النهاردة بيحاربوا الشعب والجيش والشرطة والإعلام والقضاء. يعني لا تستطيع أي جماعة مهما قويت أن هي تواجه هذا التحالف الضخم اللي يكاد يضم الأمة كلها. صحيح. إذن رابطوا واثبتوا وتقدموا، بكرة أكيد هيكون أحسن. بشكركم، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.